مكاتب الاقتراع أغلقت أبوابها مساء الجمعة في إيرلندا بعد الاستفتاء الذي جرى حول الزواج المثلي، وينتظر المؤيدون والمعارضون لهذا النوع من الزواج نتائج الاقتراع السبت. وكان أكثر من 3 ملايين إيرلندي دعوا للإدلاء بأصواتهم بعد 22 سنة من رفع التجريم عن المثلية الجنسية، كما لم يمنع حفل زفاف هذين العروسين من التوجه لصندوق الاقتراع. إنها فقط مسألة مساواة، لا أحد قال لنا أننا نستطيع أو لا أن نتزوج، ونعتقد أن أي شخص يجب أن يكون لديه نفس الاختيار، فإذا شئت أن تتزوج مع من تحب فلك ذلك. إيرلندا هي أول بلد في العالم يعرض مسألة الزواج المثلي للاستفتاء، ويعتبر هذا الاستفتاء تاريخيا، ما دفع الكثير من الإيرلنديين لعدم تفويت فرصة التصويت كهذا الشاب وهو رجل أعمال. نعم، لقد قمت بتأخير رحلتي، وهذا حتى يتسنى لي العودة إلى المنزل والانتخاب. وتعتبر إيرلندا من أكثر البلدان الأوروبية محافظة نظرا لتأثير الكنيسة الكاثوليكية، وهذا الاستفتاء يمكن أن يترجم تراجع هذا التأثير وكذا التباين بين الريف والمدينة.